يستغلوا هاد الظرفيه ديال الجائحه ديال كورونا، حيت الناس ما قدروش يخرجوا يحتجوا. حنا الدوله ديالنا دارت جميع الاحتياطات ووقفت جميع الاقتصاد ديال الدوله كامله باش هاد الجائحه ديال كورونا ان شاء الله تمشي بسلام وتولي الامور على ما يرام. هاد الناس هادو، هاد الاباطره هادو، استغلوا هاد الجائحه هادي ديال كورونا كيخدموا الرمله، يعني كيستغلوا هاد الطريق هذا ديال 60 طن يوميا، 60 70 كاميون. لا انت غادي تدوز، غادي تمشي للكاريان، ملي غادي ترجع ما غاديش نخليوك تدوز. راه كنقولها لك هنا، ولكن غادي ترجع مارشالي. ما غاديش ترجع، لا ما غاديش ترجع مارشالي، غادي تمشي فين كنتي غادي. لا لا ما غاديش ترجع. السلام عليكم، اسم كريم دحمان، ساكنين عزانن، متضرر وفي نفس الوقت رئيس جمعيه. نهاني اذا كنت واجدني تاكيد توي ازمن دان اجن 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 مقلع الرمال الخوشن شنطرت شوها ما كنتش نعرف شوها تو خدمن شوي شوي تكسين شوي سيج دي عادي بلا ما غصار رخصه الله يجيب له التيسير. ولكن سكوميون يتبدا الجائحه هي كورونا، السيدة هو تكيد يستغل الجائحة هي كورونا، يعدود السا سكوبري ذا سيقوميا 60 طن، 60 65 طن، غانغ ما يفيد، غانغ الوثائق، غانغ لي فيديو، يقوميا يعدون السا تكيد يوميا 50 60 70 شنو مارث 100 قاميو يتسعدون، ابري ذا واني تكيد الحمولة النس واحد عدو ويا 4 طن، واني تكيد المسلك واحد جديد وذا بري ويا 4 طن، ونين الجماعة 6200 وجوج ذايس 10 طن، واني تو ذايس ويا 4 طن. لهذا الخويا زان ذا ثوثرين مارة يا زي بريد مارة نشين تغنساسس السيد القائد ديال إعزانن، تغنساسس الشكاية النو، نساسيتي السيد العامل، تغنساسس الشكاية السيد العامل، نساسيتي وزارة التجهيز، نسكتي البيئة قرار الرباط. والو غاتخن غياري ولادي الجن تقا قبل رمضان اوانس نساسس الاخبار النغني التذكير ذي نهار 24 ذي نهار 24 ذي شهر 4 2020 وانا التواصل ثاقش مديريه التجهيز توصل بالاشعار العامل السيد العامل اقليم الناظور صافي رخو نشين خزا نخزاي وكذا انا وثني حمان الدوله يا رخون شين وان فيهم يدقى نوذان السيد يعدو دخلك 60 70 يقوم يوميا 60 طن ابري ذا واي كسيبو 2 طن عدو دست الدنيا هاني عدو دخل جدارمي عدو دخل دارك الملكي عدو دخل قائد قيادتي عزان نوال وردي جواز دياري الخوا نشين دو غان سيور الناس قان شي واز ما نفق ديال الجائحه هي واز ما نكذا واز ما اخترق القانون ولكن هاني ذا يرغمان واز ما نط واز ما نفخ والو الصداع ابري ديال الرز خو السيد هو تاكيد مرا المصلحه العامه الدوله دنيا هانيه ولكن السيد هو تاكيد المصلحه الخاصه ديك الثمانيه ديال الجيب بالناس المواطنين هذا غياسو زرين شدا غاري ذا غاري تداثينو تداث مجتمع تداث وما تداث وما سبعه انتو درين ذا غانغ ذا خوبر الشنوا ذا تاكيد المدرسه الابتدائيه قتانيتا هذا المدرسه الابتدائيه القسم الاول القسم السادس خميت تفغني محضان داني تاكيد تفقد شي 500 واحد يدي تفقن يقوم يعدون سجن السرعه فائقه وش شو فهم غي وكذا الدوله يسيك شي نهار رخصه واني تاكيد قمش انا غتسي عدو الثاني تاكيد لا اله الا محمد رسول الله رخون شي نقارسن قنهاره تسند يقوم يا زيفاس تسند زي مكنات واسن تقن تعقيم تسند زي 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 الربط تسند على زي 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 المغربي كمير واسن تقن تعقيم واسن تقنيج نحاشت نشين قنغي نظر فيها خطيره جدا وانا وان سين ميزيد كوانيين ني وان سين الوفاء كذا وان تحتاري من والو سواء في مول ازين كلشي ازين ابريد ازين كذودري ازين كلشي رخون الشين نهاني اذا قنفو ذاني تاكيد نفقد الشين والاخوان وهذا تاكيد المتضررين طبعا الاخوان مرا يتكرر تقف غنتي وشاني خفاوي الشقه والله ما تساعدو يجي قاميون ساني تاكيد ماذا نغوي نغار حبسنا غاسر وانا حنايح رانا الشين قال حبس حسن زيد الدات هذا يترخو شنو هذا بون زدغي تما قال غير حبس ماذا نغوي نغار حبسنا حنايح ما اخا نغسل واني تاكيد السيده السيده واني تاكيد يستغل الظروف هي يستغل المزرينه شوف السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. محمد الزرهوني فاعل جمعوي ابن السكينه جمعيه الاصدقاء للتنميه وحمايه البيئه اليوم كنتواجدوا بدوار اعزانن شفنا واحد الحاله اولا حتى انا راه متضرر كنسكن بجانب طريق 6200 وجوج ديال بويفا بجماعه اعزانن
كنشوفوا شي حاجه ما كتعجبناش. اولا كاينين كانت 100 شاحنه اللي كدوز من هنا كيجيو من انحاء المدن ديال المغرب، الحمد لله كيجيو لعندنا هنا واستغلين هذه الظرفيه ديال الوباء. كاينين الكميوت كيهزوا 60 طن ويوميا كيجيو، يوميا كيجيو 60 طن، كيبداو مع 6 الصباح حتى 5 د العشيه. ولهذا بغينا نوصلوا الرساله للسيد العامل والمسؤولين والداخليه ووزاره التجهيز، هاد السيد عنده الرخصه فعلا، ولكن عنده الرخصه قانونيه، حتى هو خص يحترم القانون، وحتى هو خص عليه حتى هو الشروط ديالو خص يلتزمهم. شوف سبحان الله العظيم، كاين القناطر ما كيهزو حتى جوج طون، والجاليه كيتصلوا بينا يوميا، وحنا اصلا ابناء السكينه كنعانيو، وبغينا دابا هاد الشيء خص يدار ليه الحل. هاد الشيء راه تقهرنا دابا، استغلوا هاد الاخر ديال الكورونا، وكيدخل اكثر من 60 70 شيفور، اكثر من 60 70 شيفور ما كيديروا لهمش الحجر الصحي وما كيديروا لهمش التعقيم. هاد الشيء راه كيدينا للهلاك. ولهذا كنوصلوا هاد الرساله خاصه لجلاله الملك والمسؤولين الكبار، لحقاش هاد السيد ما كاينش لا رقيب ولا حسيب، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. هذه وقفه احتجاجيه نضمناها اليوم صباح هذا اليوم ضد سميتو الشاحنات اللي ما كتحترمش الحموله القانونيه، الحموله المحدده، نظرا لسميتو الاضرار اللي كتسببها هاد الشاحنات بالطرق ديال الدواوير بويافار وبالديور ديال بويافار. وكنطالبوا السلطات المعنيه دير حد، يعني تضع حد سميتو لهاد الممارسات الغير القانونيه لحمايه سميتو هاد الطرق للتنشئات للصالح العام وماشي للمصلحة العامة وماشي للمصلحة الخاصة. وسميتو نحميوها سميتو من الأضرار، يعني ما نضمروهاش، لأجل مصلحة، مصلحة شخصية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تشكر من بار النظر سيتي إذا غادي زوار النهار هذا نتا باش اتناقل، يعني التغطيه تغطى من توقع عند نيت هذه الجماعه انعزانا على حساب الخروقات النهب الرمال سنتا ابريدا. اذا من يتواجد الخوذ نيتا ابريد ويتعدى الحموله النس 3 طن، نهنا عندو نسي قوميه عندو 60 طن او 60 طن يوزن. شين نش عبد القادر الورتي فاعل جمعاوي توسيغ رنش نهار استنكاريغ رنش معني بالامر رنش متضرر خو بريدا بوركي ودا بريدا زي عدوغ نشغال الداثينو هما وسيغ رنش تنكاريغ منايا يرفن الطغيان يوقع عندني تاذ كو بريدا يعرز مارا مش تورام قد نقلم يعني تغطى من يوقع عند كو بريدا مارا ذا يجي نقن داث تم زيان وتعدفو طون و 560 خاص 60 طن نشين تناشد السلطات المعنية السيد القائد وسيد عامل الاقليم اد انتبهن اد ردن يعني لفتت اد قنيش الالتفاته ومشانا لان الشيء اللي غنغضي نتا كانه خمي في غياب عن السلطات المعنيه بالامر خي بريدناينا الشيء نتناشد نقابي انه قن الشيء نتواجد نتا كجاليه وفاعل جمعاوي سور يسمى سيسم الجمعيه قاغبي انه نشينا بريدا نستنكارا واستعدون فوي قوميه 60 طن نشي نعزو يقوميه تما هذه تحترم القانون وقاذيني بلاكه قاضيها 10 طن يقوم يعدون 60 طن وغاس نبول حق السكن السانيتا وشكرا.